قيام الليل يعني بالصلاة، مو قيام الليل أن تقعد أنت وزملائك ورفقاتك وتسهر وتروح وكذا، لا. كلمة قيام الليل أصبحت كناية عن التهجد، القيام للصلاة في جوف الليل أو في آخر الليل. بعدين التضرع عند السحر، ليش هذا مو داخل بقيام الليل؟ لا، يسن للإنسان أن يصلي في آخر الليل، فإذا بقي ربع ساعة ثلث ساعة للفجر يكون خلص صلاته وخلص الركعة كمان، ساعتها بيعه مشان يناجي الباري ويتضرع ويبكي ويتذلل، لأنه هالوقت هذا عصارة كل الفترة اللي كان عم يصليها. كان والدي رحمه الله تعالى، أذكر كنت صغيرا وكانت الدار التي نسكنها صغيرة، كنت أنام في الغرفة التي يقوم الوالدي يصلي فيها قيام الليل، ففي كثير من الليالي كنت أستيقظ على بكائه، نعم، قبيل الفجر وهو يخاطب الله ويناجيه ويردد بعض أبيات، بعض يعني تضرعات، إلى هكذا كان دأبه. وهذه هي السنة، يعني تصلي إلى أن يبقى 10 دقائق، ربع ساعة نحو ذلك، هذا وقت السحر. في هذا الوقت تتجه إلى الله وأنت جالس بالتضرع كما يقول سيدي إبراهيم الخوار. نعم.